أنا بذكر مرة كانت مسؤول عن برنامج أنا بدمشق اسمه خيمة حماد أيام الأبيض والأسود، وقتها اتصلت في حضرتك قلت لك أنه تشاركي بالبرنامج كيعني الفيديت الأولى فيه، وطبعا انت راسا الايه على لسانك على طول يعني بتجبري بخاطر الكل. لا انت ما في اتاخر جد والله، وكانت بالاستديو وكان دنيا شتاء. بتذكر اتصلتي فيه بعد الظهر على الشام قلت لي دريد انا مش قادره اجي لانه طريق دهر بيدر تسكر بالثلج، وفعلا هيك كان وقتها. انا وقتها قلت لك يا ست صباح ما عندي نجمه مهم بالبرنامج غيرك. بتذكر انا قلت لي ولا يهمك لو مشي بدي اجي، وجيتي وقتها عن طريق مرج عيون وصرتي الساعة 10 بالليل يا لطيف ملالك قطعتي إيه؟ 6 ساعات 7 ساعات تحت الثلج والمطر بأسوأ الظروف، بس كرمال قلت لك انه ما عندي. لا تعرف ليش بحبك؟ لا وتحبي فنك لأنه